أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: إمام مسجدنا وهو طالب علم أحيانا يصلي بالناس بالجهرية بقراءة غير قراءة حفص عن عاصم، فهل عمله صحيح؟ وما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ الصلاة صحيحة، لكن هو لا يجوز له ذلك لأنه يشوش على الناس. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة لأنه لا يجوز للإمام أن يقرأ بقراءة خارجة عن قراءة أهل البلد. قراءة أهل البلد الآن كلهم على قراءة حفص، فلا يجوز أن يقرأ بقراءة غيرها ويخالف ما عليه أهل البلد ويشوش على الناس. فمثل هذا إذا لم ينتهي يفصل من الإمامة. أما إذا صلى لنفسه هو لا مانع أنه يقرأ القراءات السبع، إذا صلى لنفسه ما في مانع، لكن يؤم الناس لا، شوش عليهم. نعم.